أخبار كل يوم صارت تقريبا نسخة عن اليوم اللي قبل. الساسة كيسهم فاضي وما في أي إشي جديد. أنا اسمي إيهاب، هاي اسمها سكاي. إذا كانت هاي أول مرة لكم بالقناة فبتمنى منكم إنكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. هلأ خلونا نبدأ فيديو اليوم. سلام، اليوم ما راح أطول عليكم، ما في أخبار كثير مهمة، ما في شغلات كثير لازم نتكلم فيها، لكن هعطيكم هيك أبديت سريع على الأشياء اللي صارت. طبعاً حابب أبدأ فيديو اليوم بالكلام اللي حكاه ترامب عن بايدن، والكلام بصراحة كثير قوي ولازم تعرف. ترامب بيحكي لك لو بايدن صار الرئيس فهو راح يسمع للعلماء، فوالله هذه مصيبة المصايب، فالله يسامحك يا بايدن. ليش يا ابن الحلال بدك تسمع للعلماء؟ ليش الكلام هذا؟ ليش بتحكيه؟ ليش هيك بدك تسوي؟ If you vote for Biden, he will surrender your jobs to China. He will surrender your future to the virus. He's going to lock down. This guy wants to lock down. He'll listen to the scientists. If I listened totally to the scientists, we would right now have a country that would be in a massive depression. Instead of, we're like a rocket ship. Take a look at the numbers. And that's despite the fact that we have like five or six of these Democrats keeping their states closed because they're trying to hurt us on November 3rd. But the numbers are so good anyway. They'd be even better. فأنا بسألكم هلأ، قولتكم لمين الواحد لازم يسمع؟ رجال الاقتصاد ولا الساسة؟ جاريد كوشنر ولا إيفانكا؟ الموضوع شوي متخربط علي، بتمنى تحكوا لي شو الحل. اليوم راح أحكي عن مكالمة نانسي بيلوسي مع ستيفن نوشن، وحتكلم عن حالات كورونا هون في أمريكا. نبدأ مع ستيفن نوشن ونانسي بيلوسي. امبارح كان في بينهم مكالمة مدتها تقريبا ساعة، وكانت على حسب كلامهم لتقريب وجهات النظر وحل بعض الخلافات البسيطة. لكن لما تفكر في الموضوع، ستيفن نوشن حاليا موجود في الشرق الأوسط، يعني هو تقريبا مش مركز مع نانسي بيلوسي. بعرف إنه في ناس تانيين شغالين، لكن تقريبا الموضوع الكبير لازم ينتهي حيكون بين منوشن وبين بيلوسي. كيف منوشن حيركز في زيارته والأشياء اللي بده يسويها في الزيارة وحل مشكلة خطة الاقتصاد. لكن على حسب كلام الناطق باسم مكتب نانسي بيلوسي درو هامل، حكى إنه المكالمة كانت جيدة، إنه الفريقين شغالين على مدار الساعة عشان يوصلوا لاتفاق. ولعلمكم اليوم تنتهي المهلة 48 ساعة اللي أعطتها نانسي بيلوسي للبيت الأبيض إنهم يوصلوا لاتفاق عشان نشوف خطة تحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات. إذا اليوم ما بوصلوا للاتفاق معناته حنشوفها بعد الانتخابات. هلأ ميتش كان على حسب كلام دونالد ترامب إنه حيوافق على أي خطة بيتفقوا عليها الطرفين ورح يحطها على الشيوخ عشان يصوتوا عليها. لكن على حسب كلام ميتش ماكونل هو ما حكى إنه حيتم التصويت عليها، حكى إنه حيوافق على أي شيء الأطراف بوافقوا عليه، لكن هل حيتم تصويت؟ هذا ما أكده. هلأ السوق بيشوف إنه في خطة تحفيز اقتصاد جاية في الشهر واحد الجاي، يعني ثلاث شهور من هلأ، وهذا تقريبا اللي بيخلي السوق عايش ومنتعش وما وقع، لأنه في أمل إنه في خطة حتيجي. لو هذا الأمل مش موجود كان الاقتصاد بصراحة تبهدل شوي، لكن الحمد لله إنه في أمل، فكلنا بنتأمل الخير، لكن الأمور ماشية ببطء. هلأ نتكلم بخصوص حالات كورونا هون في أمريكا. الحالات بتزيد تقريبا في 38 ولاية، 10 منهم شافوا زيادات لأول مرة. هلأ بدون أي شك إحنا في الموجة الثانية للفيروس، وتقريبا يمكن لسه ما خلصنا الموجة الأولى. امبارح سجلت أكثر من 58 ألف إصابة جديدة، وحالات الوفاة كانت عند 445 حالة وفاة للأسف. موديرنا بتوقعوا نتائج لتجربتهم الأخيرة إنها تبين في نص الشهر الجاي، وإذا هذا الإشي مر بسلام وكل شيء تمام والنتائج كانت مبشرة، راح يطلبوا تصريح إنهم يستخدموا اللقاح للحالات الطارئة. هلأ لما تيجي تحكي شو الحالات الطارئة، أنا بصراحة مش عارف. أنا بعرف إنه اللقاح بينعطى للشخص وهو سليم عشان لما يجي الفيروس ما يتأثر فيه، هيك اللقاح، بس ما بينعطى لما يكون الواحد مريض. فبالضبط شو تعريفهم لحالات الطوارئ ما بعرف. هلأ خبر جانبي ما له علاقة في اللي حكيته قبل، ترامب وبايدن حيكون عندهم المناظرة يوم الخميس الجاي، لكن هاي المرة بدهم يعملوا تعديل بسيط، بدهم يحطوا إضافة الميوت، بدهم يعملوا الميكروفون صامت، إذا واحد بيتكلم الثاني ميكروفونه صامت عشان ما يقدر يقاطع. على كلام كريس وولس اللي دار المناظرة الأولى، حكى إنه ترامب كان بيقاطع بايدن كثير والكل انتبهوا، أظن كانت 142 مقاطعة شيء زي هيك، فهاي المرة إن شاء الله بيقدروا يمسكوا لترامب عشان ما يقدر يقاطع بايدن عشان بايدن يوصل فكرته. ونفس الشيء لترامب يعني، بس ترامب كان أكثر على حسب كلام وولس. أنا ما دخلني والله الحكة. بتمنى تعطوا هذا الفيديو لايك، تنشروا بين أصحابكم، تشتركوا بالقناة إذا ما كنتم مشتركين. بتذكر أول ما بديت القناة كان تقريبا 10% من اللي بيشوفوا فيديوهاتي مشتركين و 90% مش مشتركين. حاليا أنا قربت من 50% بتابعوا فيديوهاتي مشتركين و 50% مش مشتركين. فإن شاء الله راح أستمر وإن شاء الله بعلي نسبة المشتركين اللي بيشوفوا الفيديوهات. ما بدي أطول أكثر من هيك، ما في أخبار كثير مهمة، إذا صار شيء جديد بنزل لكم فيديو مستقل، لكن هاي كل أخبارنا لليوم. مرة ثانية بتشوفكم إن شاء الله الفيديو جاي. أنا وسكاي، تحياتي للجميع، سلام.